أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة عديدة حول موضوع واحد، وهذا أحدها: ما حكم من وضع الدش في بيته من أجل الأخبار فقط أو من أجل الاستماع إلى قناة الجزيرة؟ الأخبار يحصل عليها بدون الدش، يحصل عليها في الصحف، يحصل عليها في الإذاعة، يحصل عليها في التلفزيون السعودي الذي ليس فيه دش، يحصل عليها بدون الدش. الدش يجلب عليه شرا، عليه وعلى غيره من أولاده وأهل بيته، فمفسدته راجحة على مصلحته إن كان فيه مصلحة، مفسدته راجحة، فلا يضعه على بيته لما فيه من المفسدة الخالصة أو الراجحة. وليس الأمر مقتصرا عليه، بل إنه سيفسد أهل البيت كلهم، كبارهم وصغارهم، إلا من رحم الله، وهو مسؤول عنه. قال صلى الله عليه وسلم: صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، راع ومسؤول عن رعيته. من الذي يسأله؟ يسأله الله جل وعلا يوم القيامة. فلا يجوز له أن يجعل الدش على بيته بحجة الأخبار. الأخبار يحصل عليها بوسائل كثيرة ليس فيها مفسدة. ثم الأخبار، ما هي الأخبار؟ أكثر تدجيل وكذب، وماذا يستفيد منها؟ يهدم بيته علشان يحصل على الأخبار؟ أخبار أكثرها كذب وأكثرها تهييج وشر، كذب. لا يهدم بيته ويفسد أسرته لأجل هذا الزعم الباطل. وقناة الجزيرة فيها شر كثير، فيها شر كثير، وفيها تحريش، وفيها يؤتى بأناس يتخبطون في أمور الدين وفي مسائل الفقه، ويحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله في فتواه. وهذا خطر شديد، الاستماع، النظر فيها وفي قناة الجزيرة، شرها مستطير الآن، وكل ينسب إليها الشر ولا يمدحها أحد. نعم.